احنا بنتكلم عن وزارة الصحة، في خبر كده يعني استوقفني خلال الساعات اللي فاتت، وهو ما أعلنته هيئة الإسعاف المصرية عن رسوم الإسعاف أو النقل بالإسعاف. الإسعاف وسيلة نقل المواطن أو المريض أو المصاب في أي مكان في العالم مجانا. أنت أول حاجة تيجي في دماغك في أي حتة على الأرض أو في أي حتة على كوكب الأرض لما تصاب إنك تتصل بالإسعاف، فيجي الإسعاف ينقلك للمستشفى أو أقرب مستشفى بدون ما تبقى شايل هم أنت معاك فلوس تدفعها للإسعاف ولا لأ، لأن الإسعاف المفروض خدمة مجانية بتوفرها الدولة للمواطن. لكن في بلدنا شخلل عشان تدفع وما فيش حاجة عندي ببلاش، وأنا هعمل سبوبة على قفا المواطن بأي شكل من الأشكال. رسوم بتعلنها هيئة الإسعاف المصرية إن لنقل المريض داخل نفس المحافظة هيدفع 125 جنيه عشان يتم نقلك داخل المحافظة. طب إذا كنت هتتنقل من محافظة لمحافظة، من القاهرة للجيزة أو من البحيرة لإسكندرية أو من طنطا للمنصورة، يبقى هتدفع 5 جنيه لكل 500 لكل كيلومتر. يعني سواء الإسعاف هيتحول بقى لتاكسجي، بتاع تاكسي كده حاطط لنا عداد في جوه الإسعاف ويعد أنا نقلتك 100 كيلومتر، يبقى أنت عندك الكيلومتر بخمسة جنيه يبقى هتدفع 500 جنيه، نقلتك 1000 كيلومتر يبقى عندك كيلومتر بخمسة جنيه يبقى هتدفع 5000 جنيه. تحول سواء الإسعاف من مؤدي خدمة مجانية للمواطن إلى مجرد تاكسجي أو بتاع تاكسي بيحسب الفاتورة للمواطن. كمان لو خدت الإسعاف ورحت المستشفى والإسعاف اضطرت إنها تستنى عندك شوية عند بيتك أو تستنى عند المستشفى شوية، قالك إن ساعة الانتظار الساعة واحدة هتبقى بمئة جنيه ويا بلاش، وسبوبة بتعملها وزارة الصحة على قفا المواطن، وقال لك انها تبقى مجانا في الحالات المرضية او الحالات الطارئة والاصابات. ده طبعا اللي هيحدده السيد سواء الاسعاف او المسعف، لكن مجرد الاعلان عن هذه الرسوم او مجرد الاعلان عن هذه الاموال او الفلوس اللي يتقاضاها سواء الاسعاف او هيئة الاسعاف، دي في حد ذاتها مشكلة وفي حد ذاتها أزمة لابد من المحاسبة عليها عشان نعرف مين اللي عمل الكلام ده.